عايزه مهضومه، هي اول مره بشوف حدا بفوت مبسوط عم بيضحك. سهيلة، مش معقول انه التمرينات قبل البرايم يكونوا كتير منيح اوكي ونوصل على البرايم يصير اللي صار اوكي، يوم انت بده يكون عندك ليونه باستيعاب الدروس وباستيعاب طريقه الغناء تقدر تطبقيها بكل الستايلز اللي عم بتغنيهم. بعرف انه هذا الشيء مش هين لانه انت معوده على بوزيشن صوت ومعوده على طريقه غناء، بس الرجفه بالصوت فيك تعملي عليها كنترول، القفله يلي منا قفله لازم تعرفي تقفلي، يعني في اشياء منا بس خاصه بالصوت خاصه كمان بالغناء. بالايفاليت عم لاقيكي كثير منيحه بالنسبه للشق التمثيلي، وحرام بنت مثلك يكون عندها يلي عندها مثل ما بيقولوا هالفكر، لانه بلاحظ انه دائما في افكار ورا الايفال وفي نوع من سيناريو بينكتب وبيتركب وبيبقى مجهز ومحضر. حرام انه غلطه مثل هيك بالبرايم يعني فما فبالتالي انا بتمنى انه على طول البرايم يكون على مستوى يعني بدي العكس على مستوى الايفال وعلى مستوى الشغل بالصف. مساء الخير. اهلين محمد. محمد، اكيد قصه الحفظ اول شغله لازم تعرف انه انت اذا مش حافظ وقت توصل تتغني او مش حافظ من قبل بوقت، اذا حفظت اخر تكه مع الستريس يلي على المسرح اول شيء ببين انك مش حافظ وبيصير اللي صار، وتاني شغله ببين صوتك اصغر من ما هو. محمد انت بتعرف قد ايه انا بحب صوتك وانت من الاصوات المميزه بالاكاديمي بالنسبه لي، بس مش يعني انت بس لازم تغني طرب مصري وهالقصص اللي بتلبق لك واللي انت بتحبها، انت بدك تغني كل شيء. نحن حكينا بصطف هيدا الموضوع، وإن شاء الله جملة مغني الشاطر بكلمة وبجملة بيبين صوته بيبين إنه هو بيعرف يغني. مرحبا. أهلا مرتضى. كيفك؟ الحمد لله. ماشي الحال؟ ماشي الحال. مرتضى طبعا أنت مضايق وزعلان ونحن كمان. لا عادي. بس بدي أقول لك شغلة، أنت بتعرف إنه ضميريا وهيك أخلاقيا مش ممكن حدا كان عنده هفوة وغلطة بالبرايم يكررها بالإيفال وما يكون نوميني. ابني لما بتوثق بحالك دغري بتتقدم على السريع، ما بدك كتير، ما بدي تخاف. أنا لاحظتك بالبرايم واقف وعم بتطلع فيك تشوف، رح تطلع فيي تذكرك بإشياء، لقيتك شارد بغير دني، ووقفتك ما كانت مزبوطة قبل ما تبلشوا الغنية، هون مبين الخوف عليك، ما بيسوى يعني. هلا بدك تطاحش صوت كتير حلو وكل الصف بيعرف انه قدي صوتك حلو.